اخوان باش نشرح لكم الحادثه بالزرب. ردوا بالكم في الطريق، ردوا بالكم 250% ماشي 100%. انا غادي من طنجه غادي سميتو الفنادق، ومن تما غنمشي لتطوان الاستوديو. غادي في الطريق غلطات بيا لوكاليزاسيون، طلعت من واحد الطلعه ديال سد طنجه المتوسط. غادي وكنهضر مع الدري صديق ديالي في اسبانيا، واش استاذ عمر، قال لي راه كاين تما شي شفاره تيتلقاو البنادم بالسيوفه الى اخره. جاتني هاد اللعيبه، تقدر تكون تقدر ما تكونش، يعني كيف ما هي متاحه تقدر تكون ما كايناش. المهم تنهضروا 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 تنهضروا، غادا بيا اللوكاليزاسيون. واحد لقيتها، لقيت راسي في واحد البلاصه اللي ما تدوش منها جوج طوموبيلات، وحتى الطوموبيل وحده ما تقدرش تدوز بواحد السرعه. غادا بيا طلقت الفار كاي واحد سايق طوموبيل عادي جدا باش نشوف الطريق القدام مزيان. ملي طلقت الفار سيدي غادي مزيان بشويه، حتى كيبان لي واحد اللعيبه بحال في الطريق ما تعرف واش دو ديكم العشران. طلقت الفار لانه كاين الظلام، ردوا بالكم. وكنهضر مع الدري في لابيل عمر وكيسمع فيه غادي بحال ما قلت له، راه واحد قدام الطريق غادي محنسره الى اخره، كاين واحد السطر ما تعرفوش واش دودان واش شي طريق كتصايب واش باه. المهم نقص السرعه باش ندوز بشويه. فاذا بيا ضربت فيه بالرويد قدامي بجوج، استوعبت انني عفطت على الزاج ولا على شي حاجه اللي كتقب الرويد، وانا كنستوعب زعما كنشوف هذيك لاكسيون اللي وقعت كنزعني بحال ما كيبان لي واحد جاي كيجري السيف، والاخر ما عرفتش شنو شات في يديه. وكيبان لك بلي راه كاين شي ناس اخرين تما في النواحي زعما في الارجاء تما قدام. ضربت اير في البواطه مطراجع باش نشوف شنو زعما ماذا يحدث. فهمت انهم الشفاره اللي كيهضر عليهم الدري صاحبي اللي قال لي هضر لهم عليه شي واحد، قال لي زعما ديك البلاصه راه كيمشيو كيقطعوا بنادم الى اخره. حيت المارشا ديال البواطه فيتاش حيت هما جايين عندي، وانا ما كان كونتروليش زعما الطوموبيل وهي راجعه باللور اكثر من زعما ما افير ما والو. تما كاين الجبل، نقدر نتما هابط نهبط في الجبل نولي مقلوب ولا شي حاجه. صافي سيريت قصدت واحد خوا الطريق، ضربت الدوميتور وفقني الله عز وجل باش هربت، وبقيت مكسيري الطريق كامله. بنوات تفرقعوا القداميين، الحمد لله انهم رون فلات ما ضربوا بيا ديك 20 كيلومتر ولا ما عرفتش بالضبط شحال ديال الطريق صراحه، لانني بقيت داخل شي 15 ولا 20 دقيقه في الطريق. صافي توصلت للبلاصه اللي فين سميتو، وقفت هزيت كريك في يدي وصافي وبقيت كنتسنى. توقفوا الجندارم، اكبر تحيه للدرك الملكي الله يرحم لهم الوالدين، وقفوا معنا وقفه رجل واحد. هما جاوا الدراري العشران تا هما، وشكرا على كاع الدراري اللي تدخلوا الى اخره، حيت تصلت بزاف ديال الناس الحمد لله، راه ما تعطلت ما حتى شي حاجه.